أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في اليوم 63 من الحرب تسعى القوات الروسية إلى تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني بالكامل وفرض سيطرته على المزيد من الأراضي الأوكرانية. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر الأجنبية سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى العاصمة كييف على أرض معمل الألمنيوم في زاباريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا. من جانب آخر، أعلن سلاح الجو الروسي شنه غارات على 59 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها مواقع لتمركز القوات هناك. والقوات الأوكرانية أيضا أقرت بفقدان العديد من البلدات والقرى في المناطق الشرقية من تكثيف روسيا هجومها البري. على الرغم من خسارة الأراضي، قالت السلطات الأوكرانية أنه تم التصدي لتسع هجمات في منطقتي دونتسك ولوغانسك وحدهما، هذا فضلا عن تدمير المعدات الروسية بما في ذلك 9 دبابات و11 من الأنظمة المدفعية. وتحدث أيضا عمدة خاركيف عن قصف استهداف المدينة أدى إلى قتل وجرح عدد من المدنيين. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.